اول حاجه طبعا يعني شكرا لكم ولاهتمامكم. انا اصلا شفت الفيديو بتاعكم على اليوتيوب في الاول، تمام، فاللي خلاني ان انا اشتريت منكم، انا شفت نفس الاعلان ده في مواقع تانية كتير يعني. تمام. انا شايف ان انتم ما شاء الله عليكم فكره ان هو في كاستمر سيرفيس، حد يقدر يدعمنا في موضوع السوفت وير، حد لو في مشكله في حاجه في لسانه تقدر تتواصل معاه، ده يفرق طبعا عن اي مكان تاني يعني. تمام. اللي حصل مع حضرتك ايه؟ كان عندك ايه مشكله؟ الجهاز كان شغال كويس، بس انا كان فكره ان الانترنت ما كانش لاقط كويس وقتها، فافتكرت ان زي الموبايل ممكن اعمل ريسيت للجهاز. لما حصل موضوع الريسيت دوت اكتشفت ان ده عمل ديليت للسوفت وير. تمام. تواصلت معاكم، ما فيش، في خلال 24 ساعه تقريبا كنتوا خدتوا مني الفلاشه، نزلتوا السوفت وير تاني، رجعنا دلوقتي الفلاشه مع حضرتك، ولو في اي حاجه برضو تمام. لا، وطريقه التواصل نفسها سهله جدا يعني، سواء تليفون او واتساب او حضرتك نورتني بنفسك يعني. الله يخليك. حاجه على راسي من فوق يعني. الله يخليك. بس ماشي. فكره التواصل ساعات حتى انتوا قلتوا لي يعني، حتى من غير ما تبقى المشكله دي حاصله، لو في اي حاجه في السوفت وير الجهاز نفسه انتوا عندكم صيانه مستمره. وعندنا قطع غيار وكل حاجه. تمام. ماشي. شكرا لحضرتك. كتر خيرك. حقيقي شكرا على ثقتكم في موقع اوكازيون. شكرا لكل رأي سواء مكتوب على حائط الإنجازات أو البطولات زي ما أنا بسميه. دي بعض الآراء، مش كل الآراء طبعا، مفيش حيطة تكفي الريفيوهات اللي انتوا بتبعتوها لنا. وإذا كان رأي العميل في جهاز جيم ستيك 8K اللي هو الـ8K ده، عمل ريسيت للجهاز فأقل من 48 ساعة عملنا له السوفت وير، وأنا بنفسي رحت اديت له الجهاز عشان أسمع رأيه في خدمة ما بعد البيع. خدمة ما بعد البيع سواء سوفت وير او قطع غيار للاي او للفور كي، جهازين سواء العلبة الحمراء او العلبة الخضراء، عندنا السوفت وير. واي منتج بينزل على القناة احنا بنكون ضمنينه، عندنا قطع غيار في اي وقت يعني. مش هقول لك ضمان 14 يوم ولا ضمان شهر ولا شهرين ولا 3 شهور، لا، في اي وقت تقدر تحصل على السوفت وير طالما انت شاري من موقع اوكازيون. كمان تقدر تنزل او تضيف العاب على اي جهاز من دول زي ما انت عايز. في كمان الجهاز الفور كي ده، في بعض السوفتات بتبقى عليها اسمنا يعني، احنا اللي عاملينها، مش هقول لك بقى السوفت وير، لا لا، في بعض الاجهزه، لان طبعا ده فيرجنات كل شويه بينزل فيرجن احدث، بس احنا بنختار الفيرجن السريع اللي ما بيهلكش ما بيهنكش ما فيش اي تقطيع فيه. انا اشتريت الجهاز لابن اخويا من حوالي 6 شهور، المعامله ممتازه، ناس محترمه، دي اهم حاجه، الذوق في التعامل. الجهاز علق كده من 2 3 أسابيع وكلمتهم، وهم بسرعه بعتوا مندوب وخدوا الجهاز وصينوه، والنهارده جم والجهاز شغال وحد بيشوفه معايا. فاحنا بنتكلم بس على منتجين، بتشكركم على ثقتكم في الموقع، وكمان احنا عاملين لكم بلاي ليست لبعض اراء العملاء المصوره فيديو، ودي المكتوبه وكمان مصوره فيديو. حقيقي شكرا على ثقتكم في موقع اوكازيون، ومع السلامه.